قبل الفاصل قلنا نبغى نشوف انواع الصوصز او الصلصات او الدريسنج، هي انواع كثير. نعم. بس نبغى نشوف ايش اهمها مع هلا وكيف نقدر نعملها بالبيت بطريقه صحيه اكثر. حنحكي شوي بيول بالموضوع من باب تقني اكثر وبروفيشنال، يعني دائما نحكي عن الصوصز، يمكن تروحي على مطعم تقولي اعطيني صلصه واعطيني صوص معها، بس في شيء متعلمه بالمدارس اللي هو اصلا من المطبخ الفرنسي، انه في شيء اسمه خمسه مادر صوصز. مادر صوصز يعني هي الصلصات الام يعني الاساسيه، يعني من هاي الصلصات بدنا نطلع على كثير من الصوص. فعندك الخمس صلصات هن البشاميل، الفيلوتي اكيد حخبركم كل وحده شو يعني، عندنا الاسبانيول، التوميتو صوص اللي هي صلصه الطماطم، وعندنا صلصه الهولنديز. طيب هدول الصلصات هن مختلفين عن بعض، خلينا نحكي عن كل وحده شوي بطريقه مختلفه. صلصه البشاميل اللي احنا متعودين عليها اللي هي عاده لازم نضيف عليها الطحين والزبده لحتى نسمك الحليب، ومن هاي الصلصه البشاميل الاساسيه فينا نعمل نغير مسمياتها، فينا نزيد عليها نعملها نعطيها اللون البينك مع زياده التوميتو، ممكن نغير كثير بطعماتها، بس هي كصلصه بشاميل اساسيه ثلاث مكونات: الحليب، الطحين والزبده. عندنا الفيلو أو اللي هي الصلصة اللي عادة منشوفها مع السمك أو مع الدجاج، هي نفس الشيء زبدة وطحين، بس منزيد عليها مرقة السمك أو مرقة اللحم الستوك اللي هو نحن منحضره، مرقة غلي اللحم. فلما منروح مثلا على مطعم نشوف هذا الصوص الناعم الخفيف اللي لونه بني فاتح، هذا عادة بيتقدم مع الأسماك، أو نحسبه هلثي من غير زبدة. شفت كيف طلع بالضبط؟ هذا المعلومة اللي حبيت أنك تحكي عنها، أنه موضوع الصلصات هي مو دائما صحية، بس لو نحن بس اكيد انا عملت الطريقه صح وانحطت بموازنه، هي تعتبر من اساسيات المطبخ. يعني اذا نحن اخذنا مثلا ستيك لحم وحطينا معاه ماش بوتيتو وبدون صلصه براون او اللي هي الجريفي بنسميها، او بالمطبخ الفرنسي اسمها اسبانيول، اللي هي مكونه من نفس الشيء زبده وطحين مع مرقه اللحم اللي بتكون على براون اكثر. فهي كلها صلصات اساسيه لاكلنا. شو نوع الزبده اللي عم نستعملها، كيف طريقه تحضيرها، كيف تحضر المرق نفسه، اكيد له اساس. احكي شوي عن التوميتو صوص اللي هي كمان يمكن من اول الصوصز اللي انعملت. التوميتو صوص الاساسي اللي هو كان يعتبر عن مكون من نوع الطماطم المنيحه، بتكون عاده فيها بصل، زيت زيتون، يمكن هي أشهر صلصه. صح ايوه بالضبط، اشهر صلصه تستخدم في الاربياتا وفي الشكشوكه وفي كل المطابخ بالضبط، لانه دائما غنيه وبتزيد طعمه. وهي من الصلصات من زمان قديما كانوا كمان يزيدوا لها زبده وطحين لحتى يسمكوها، يعني يطحنوها ويرجعوا يسمكوها بالزبده والطحين. هلا بالمطابخ العصريه اكثر صاروا يستعملوا بس التوميتو بدون ما يزيدوا له زبده. هلا بضل عندنا الصلصه الخامسه من الصلصات الام اللي هي الهولنديز، اللي عاده نحن بنشوفها بوجبات الافطار اللي بنحطها على البيض. الهولنديز هي الصلصه الوحيده اللي ما بتخلى الطحين، بس هي بتتحضر بطريقه كثير دقيقه وكثير حساسه. هاي الصوره اللي هلا عنا طالعه هي صوره صلصه الهولنديز المحطوطه على البيض، اللي وعاده مع البيض المسلوق. بتتحضر من صفار البيض، وبتتحضر من اضافه خلط الخل مع صفار البيض على بخار المي، فهي بتتحضر بحراره منخفضه بدون ما تلامس البيض لحتى ما يستوي، فهي حساسه، لا بدنا نخلي البيض ني ولا بدنا نسوي، وبرجعوا بيزيدوا عليه الزبده شوي شوي بخلطه. فهي ممكن اصعب الصوصز، يمكن الخبراء اللي عم يحضرونا هلا بيقولوا فعلا هي اكثر صوص لما بتنطلب بالمطاعم، اول شيء لازم تتحضر بالضبط بنفس الوقت لانه فيها بيض ني، وثاني شيء هي كثير حساسه بال